بتوجيهات من سعادة محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، أطلقت المؤسسة جائزة شكراً من أجل تقدير وتثمين إنجازات موظفيها. وهذه الجائزة لا تعتمد على لجنة تحكيم معينة بقدر ما تعتمد على شهادة الزملاء الموظفين لإخوانهم المترشحين على مدى تفانيهم بالعمل وتميزهم وإخلاصهم. مؤسسة الشارقة للإعلام دأبت كعادتها دائما على الالتقاء بموظفيها في مختلف الفعاليات والأنشطة المجتمعية، واليوم نحن فكرة جديدة اللي هي جائزة شكرا من الموظفين أنفسهم، يختارون شخص فني وشخص إداري يقولون له شكرا. فالحمد لله رب العالمين، كان الإقبال كبير جدا للمرة الأولى أو للدورة الأولى، كان الإقبال كبير جدا، ونتمنى إن شاء الله في الدورات القادمة كذلك أن تحظى بإقبال وتفاعل كبير. وانطلاقا من هذه المبادرة، قام عدد من موظفي مؤسسة الشارقة للإعلام بترشيح أنفسهم للفوز والتحدث عن إنجازاتهم، وتعتبر الجائزة إحدى أدوات التشجيع والتحفيز لموظفي مؤسسة الشارقة للإعلام تقديرا لكافة الجهود التي تبذل في نطاق العمل عبر تطوير أساليبه داخل المؤسسة والتعاون بطريقة تكاملية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. هذه الجائزة طبعاً تعطي دافع للموظف أنه يبدع وأن يعني يطلع كل ما هو جديد بالنسبة للموظف، أنه يقدر يبدع في وظيفته في مجال عمله. شكراً جائزة جاءت لتبحث عن الموظف المميز والمجتهد ولتحفز روح التعاون والمنافسة الشريفة داخل مؤسسة الشارقة للإعلام.